كما ينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا يا فندم. سعادة السفير، إذا كيف تقرأ التوقيت اليوم لهذه الزيارة الهامة من ولي العهد السعودي، وأيضا الملفات التي تم طرحها على طاولة المفاوضات المصرية السعودية، وخاصة أن العلاقات المصرية السعودية هي أحد أكثر العلاقات العربية رسوخا ومتانة؟ مما لا شك فيه أن العلاقات المصرية السعودية حضرتك تعتبر أحد المحاور الأساسية والهامة في الأمن والاستقرار في العالم العربي بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والبحر الأحمر بصفة خاصة. هذه الزيارة والمباحثات التي تمت بين السيد الرئيس وبين سمو الأمير محمد بن سلمان بتأتي قبل أسابيع قليلة من انعقاد قمة هامة، قمة غير مسبوقة تجمع 9 ملوك ورؤساء وأمراء عرب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في المملكة العربية السعودية في الشهر القادم. ومن الأهمية بمكان أن الدول العربية التي ستشارك في هذه القمة تذهب إليها وتتباحث مع الرئيس الأمريكي من أرضية رؤى مشتركة لكافة القضايا التي سيتم طرحها على القمة العربية الخليجية الأمريكية. هذه هي أول مرة يلتقي فيها الزعماء العرب بالرئيس بعد كثرة من الزعماء العرب اللي يشاركون في هذه القمة لأول مرة يلتقون بالرئيس جو بايدن، وبالتالي أعتقد أن الملفات التي سيتم بحثها سيكون لها تأثيرات تمتد عبر مراحل زمنية ممتدة. وعلي أعتقد أن المشاورات المصرية السعودية اليوم والتي سبقتها مشاورات ثلاثية بين مصر والأردن والبحرين أمس وبين مصر والبحرين أول أمس، كل هذا بيصب حضرتك في إعداد رؤية عربية مشتركة استعدادا لقمة جدة في 16 يوليو المقبل. وربما من نعم تفضلي فندم. هذا نهينا عن أن زيارة سمو ولي العهد في تقديري بتفتح صفحة جديدة في مجال العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية. لا أقول مرحلة جديدة وإنما أقول صفحة جديدة سيتم التركيز فيها على التشاور والتنسيق الأمني والتنسيق السياسي، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وكما رأينا اليوم تم التوقيع على 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات سعودية 7 مليار دولار. ده حضرتك يعني دليل أو ده مؤشر على اتجاه العلاقات بين مصر والسعودية على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المستقبل. نعم، كان هناك أيضا يعني نوع من أنواع التوافق على فكرة عدم السماح بالتدخل في الشأن العربي من الزعيمين. يعني هذه المرحلة في تاريخ الدول العربية أعتقد أنها تتطلب أيضا يعني وضع النقاط على حروف في هذا الأمر، يعني كيف ترى هذا سعادة السفير؟ حضرتك يعني لعل حضرتك تتذكرين أن دائما السيد الرئيس خلال السنوات الماضية كان يركز، أحد المحاور التي كان يركز عليها عندما يتناول المشاكل والأزمات العربية منذ 2011 هو الحيلولة دون التدخل الإقليمي والتدخل الأجنبي في الشأن العربي، لأن واقع الأمر يا فندم أن هذه التدخلات هي التي أدت إلى تفاقم الأزمات العربية بدرجة النهاردة الجهود التي تبذل من أجل تسوية تلك الأزمات دائما بتصطدم بعقبة تلك التدخلات. وعندنا على سبيل المثال الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، الوضع في ليبيا. يعني حضرتك فطبعا اتفاق الرؤى المصرية السعودية على الوقوف في وجه التدخلات الدولية والإقليمية في الشأن العربي لا شك أنها بتصب حضرتك في صالح الجهود المبذولة لإيجاد تسوية
لكل تلك المشاكل. نعم، شكرا جزيلا لك السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا على الهواء مباشرة.